مدينة أم النواعير حما سنتحدث، لنقف قليلا أمام صرح حضاري سوري بامتياز. إنها النواعير، تلك الآلات المائية الدائرية الحركة والتي لعبت عبر الزمن دورا في الزراعة كوسيلة ري، أما اليوم فتعتبر معلما سياحيا سوريا وبصمة مميزة في ملامح مدينة أبي الفداء، حيث تشكل صناعة النواعير حرفة سورية أصيلة. سيتحدث لنا أحد مزاوليها عن آلية الصنع. ثلاث تواريخ لصناعة النواعير. التاريخ الأول بيقول للقرن الثامن قبل الميلاد، للقرن الخامس قبل الميلاد، التاريخ الثاني بيقول للقرن الثالث قبل الميلاد، والتاريخ الثالث بيقول ل 800 قبل الميلاد، والتاريخ الثالث اللي بيقول ان 800 قبل الميلاد هو التاريخ الموثق لوزارة السياحة لوجود لوحة فسيفسائية في مدينة أفاميا مصورة فيها الناعورة بحذافيرها مثل ما هي موجودة، وهالشي بيأكد ان الناعورة أقدم من اللوحة الفسيفسائية اللي لقوها. أول شيء عندنا الجوز، القلب والكفوتة من خشب الجوز حصراً هذولين. عندنا لازم يكونوا خشب جوز. عندنا الأعتاب اللي عددهم 16، بنقدر نحطهم من خشب الكينا، بنقدر نحطهم من خشب التوت، بنقدر نحطهم من خشب أكثر شيء خشب كينا أو توت أو جوز حسب المتوفر. لأنه المناطق اللي قريبة على القلب أو القريبة على القلب بتطلب دق بالمهدات قاسي، أما المحلات اللي ما في عليها دق قاسي بنقدر نحط خشب طريف، في خشب نوعيته قاسي وفي خشب نوعيته طري. هلا مثل الصنوبر خشب نوعيته طري، بينما بنحطه لمحلات ما فيها دق بالمهدة مظبوط. كما أدوات الطبيب لهذه الصناعة أدواتها الخاصة تجعل من تركيب القطع الخشبية مع المسامير عملية متناهية الدقة والإبداع. بالنسبة للأدوات اللي كانت مستخدمة قديما عندنا المنشار أبو حبلة، طبعا هذا من أحد الآلات القديمة اليدوية كانت تستعمل لقص الخشب ولحد الآن موجود أنا عندي منه. وفي عندنا الخربر اللي هو عبارة عن قوس ومرينة أو ريشة. من زار حما لا يستطيع نسيان ذاك الهدير الذي يشبه سيمفونية موسيقية عزفت ألحانها بإيقاع الحياة في مدينة عرفت عبر التاريخ بسحر نواعيرها.